قرأت قبل فترة خبر لفتني، هو أن الشاي الأخضر يمنع تشكل الجلطات الدموية الغير الطبيعية، وممكن بعد يساعد على خفض ضغط الدم ويحمي الإصابة بالسكري. ودي أسألك، تحبين الشاي الأخضر؟ أنا للأسف مو صديقة الشاي نهائياً، لا الأخضر ولا الأصفر ولا الأحمر ولا أي أنواع الشاي. بس معروفة فوائد الشاي الأخضر، يعني إن كان على مثلاً إنقاص الوزن، على إن كان حتى مثلاً القلق والتوتر، وكيف إنه يخلي الشخص ريلاكس، وأشياء كثيرة. يعني تدرين يا ندى، أنا اليوم اللي أنا حابة إنه أنا أسهر فيه أشرب شاي أخضر. أوكي، نسبة الكافيين، نسبة الكافيين فيه مرة مرتفعة، مضادات الأكسدة عنده مرة مرتفعة. أنا من النوع يعني إذا ما شربت ذاك الليلة أشرب كاسة واحدة، بس أفضل أن أشربها بالنهار، لأنه فعلياً بالليل تجيب لي أرق. فأكيد إحنا راح نتكلم عن هذا الموضوع مع ضيفنا دكتور ماجد خليفة، استشاري باطنية. أهلا وسهلا فيك دكتور ماجد. السلام عليكم. الله، أهلا وسهلا. وعليكم السلام. حياك الله، نورتنا. دكتور ماجد، لما نتكلم عن فوائد الشاي الأخضر، حقيقة فوائدها، هل فعلاً زي الكلام اللي إحنا قاعدين نسمعه؟ طيب، الشاي الأخضر طبعا كلنا نسمع عنه في البيت من الوالد والوالدة والجد والعمام. فوائده كثيرة، سواء على تخفيف الوزن، على الفوائد الأخرى للشاي الأخضر. في طبعا فوائد كثيرة، في حوالي أكثر من 90 بحث حول العالم عن الشاي الأخضر نظرا للفوائد الكثيرة اللي وجدوها. طبعا من أهم الفوائد الموجودة لي على صحة الإنسان، ما شاء الله يعني يشتغل أغلب أجزاء الموجودة في جسم الإنسان، سواء نبدأ بالدراسات المثبتة اللي هي تقول إنه طبعا خلينا نبدأ إنه الشاي الأخضر مساعد وليس هو سبب في الأشياء اللي حقولها. مثلا في ضغط الدم، هو مساعد على انخفاض ضغط الدم. طبعا الناس اللي عندهم يشتكون من ارتفاع في ضغط الدم أو مرضى الضغط، لقوا الدراسات إنه يساعد على انخفاض ضغط الدم بنسبة طبيعية. ومرضى السكر مثلا، لقوا الدراسات انه يساعد على تقليل مقاومه الانسولين في الجسم الانسان، فيحفز الانسولين سواء الدوائي او الموجود داخل جسم الانسان على العمل وتقليل الجلوكوز في الدم. الاكبر الدراسات الحين معموله انه مفيد في مرضى القلب. كيف لقوه يفيد مرضى القلب؟ بطريقتين، الأولى على الكوليسترول. في دراسات مثبتة أنه يقلل الكوليسترول الثلاثي اللي هو الدهون الثلاثية اللي هي مضرة لجسم الإنسان، وأيضا الدهون قليلة الكثافة أحد الأسباب الإصابة بمرض القلب. فهذه ثلاثة الأسباب، الضغط، السكر والكوليسترول، كلها أسباب لمرض القلب. طيب دكتور، مع أنه نسبة الكافيين فيه مرة مرتفعة، الكافيين، طب شوف، هذه معلومة خاطئة طلعت. الكافيين مقارنة بين الشاي الأخضر وكامل أنواع الشاي والقهوة هو أقل واحد فيهم. الكافيين حوالي فيه تراوح بين 20 إلى 50 ميلي جرام، حسبناها على الورقة الشاي الأخضر، تمام، مقارنة بالشاي الأحمر حوالي 70، القهوة تصل بين 70 إلى 100، وبعض الأنواع زي الإسبرسو ممكن 120 ميلي جرام. تمام، فعلى حسب النوع القهوة والشاي فهو أقل واحد. عشان نصل مثلا نقول إلى أعراض الكافيين العالي، يحتاج حوالي إلى 200 ميلي جرام تقريبا، يختلف من إنسان لإنسان، بين 100 ميلي جرام إلى 300 ميلي جرام. فنتكلم إحنا على حوالي 3 أكواب إلى 5 أكواب شاي أخضر عشان نصل إلى أعراض الجانبية للكافيين. طبعا الكافيين مادة مهمة ومفيدة لجسم الإنسان، كثرتها ما هي مفيدة طبعا، تؤدي إلى الأعراض الجانبية ضغط الدم. قليل تأثير على ضغط الدم، هي أكثر تأثير على ضغط القلب، تخلي فيه تسارع، خفقان، تعمل كمان رجفة، ممكن رجفان، جهاز الهضم يتأثر عليه، ممكن بعض الناس كرامة يجيهم زي الإسهال بعض الناس. طبعا التأثير الأساسي هو عدم النوم، قلة النوم، لأنه لما يزيد الكافيين صعوبة في الدخول إلى النوم تكون. فهذه أحد مشاكل الكافيين بصفة عامة. الشاي الأخضر زي ما قلنا الكمية قليلة، فإلى 5 أكواب في اليوم يعني شيء كويس للإنسان اللي يشربه. نجد ممكن فوائد ثانية، خلينا نقول للشاي الأخضر، لقوا في دراسات كثيرة أنه يساعد، لأنه في مواد مهمة في الشاي الأخضر. خلينا نمسك الشاي الأخضر، المواد المهمة اللي فيه، المادة الأساسية بوليفينولز، هذه المادة طبعا في حوالي 9000 مادة منها تحتها. المركب الكيميائي اللي عليه الدراسات الكثيرة حاليا هي الكاتيكينز، في 4 تقريبا مركبات منها في الشاي الأخضر وجدوها، ومنها واحدة عملوا عليها خلاصة الشاي الأخضر يبيعونها في الشركات كحبوب يعني مكملات.
فلقوا هذه المادة مفيدة في أغلب الأجهزة جسم الإنسان. ممكن تفيد دراسات علوها في كمضادات حيوية، طبعا هي ما تعمل كمضاد حيوي لكن تقضي على بعض الجراثيم في جسم الإنسان. في دراسة حاليا معمولة أنه قد يساعد على منع تسوس الأسنان. تناول الشاي الأخضر فقط يقلل من نسبة تسوس الأسنان، ما في طبعا دراسة مثبتة لكن زي ما قلت لكم أول اللقاء أنه هو يساعد، ما في شيء يثبت أنه هو سبب في علاج هذا الشيء. في دراسة حديثة أيضا أنه يساعد في قتل الفطريات، في نوع من الفطريات اسمها كانديدا ألبيكنز، ولقوا في المختبرات أنه لما يضيفوا لها مادة المادة هذه اللي قلت عليها في الشاي الكاتيكينز من الشاي الأخضر إلى هذه الفطريات تؤدي إلى القضاء عليها. جربوها في على حيوانات كرامة، نجلوا فيها نفس النتائج، لسه ما صار فيها تجربة على الإنسان. شيء آخر لقوا أنه هذه المواد أيضا هي مواد مضادة للأكسدة. إيش الفكرة مواد مضادة للأكسدة؟ زي مثلا في البيت لو فتحنا أي مادة فيها حديد، حنفية الموية نزلت الماء تلاقوا فيه صدى، صح؟ تخيلوا هذا الصدى داخل جسم الإنسان يتكون، هذا طبعا الصدى يتكون عن طريق الأكسدة، تمام؟ فاللي يمنع الأكسدة شيء فعال أنه يحمي جسم الإنسان. فلو تكلمنا عن شرايين جسم الإنسان، شرايين التاجية مثلا كمثال، يعني شرايين القلب لو تكونت فيها أكسدة سواء من ارتفاع الضغط، سواء من السكر، سواء من الكوليسترول العالي، المواد هذه في الشاي الأخضر تعمي على حماية هذا الشيء. فهذه أحد الأسباب المفيدة في الشاي الأخضر. وطبعا ما غلطاني يعتمد على الأكسدة الزائدة اللي هي السرطانات، الله يحمينا ويحميكم منها. لقوا الشاي الأخضر فيه مواد مضادة للأكسدة مما يؤدي إلى تقليل نسبة حدوث السرطانات. طب ما هو سبب في منع أو سبب لعلاج، لكنه يقلل. لقوا قنبلة فيتامينات دكتور، قنبلة أشياء مفيدة نعم. في الشاي الأخضر نعم. طبعا هذا جزء من الأشياء اللي اكتشفناها، حن نتكلم إحنا على مادة واحدة اكتشفوها، لقوا منها أربع مواد فرضا فيها فوائد كثير، ففي أشياء لسه ما نعلمها. فغالبا حيكون يعني في من ضمن الأشياء أو اللي تساعد من وجهة نظر الناس أنه تلقى ناس يأكلون الأخضر واليابس ما يخلون شيء ما يأكلونه، بعدها تقول انحف يا بنت، تقول والله باكل بشرب الشاي الأخضر وهو يحرق كل شيء، فعلا ولا لا؟ طبعا لا، طبعا لازم الإنسان يهتم بنفسه، سواء أول شيء نوع الأكل، كمية الأكل، الرياضة طبعا أهم شيء، من أهم الأشياء الرياضة. كمان معانا يجي الأشياء المساعدة مثل الشاي الأخضر. طبعا ليش الشاي الأخضر يساعد في الوزن؟ خلينا نقول المثبت علميا هذا يعني هو سبب أنه يساعد في عملية تحفيز عملية الأيض، تمام؟ عملية الأيض زي ما تعرفين تؤدي إلى تقليل الوزن وتحرق الدهون. أيوه. الشيء الآخر اللي ممكن لقوا الشاي الأخضر مفيد فيه في عملية نقاص الوزن أنه يساعد على تقليل الدهون جسم الإنسان أو حرق الدهون، عملية حرق الدهون، بس ما في دراسة أثبتت هذا الشيء، لكن في بوادر دراسات في زي ما قلت لكم في مختبرية أو في الحيوانات أثبتت هذا الشيء، باقي على جسم الإنسان لسه ما أثبتوها. فهو غالبا سيساعد على تقليل الوزن، لكن مو لحاله طبعا، مع الأكل والحمية طبعا، ونوع الأكل وكمية الأكل هذا مهم، بالإضافة إلى الرياضة طبعا. جميل. طب دكتور معرض، يعني أكيد أنه في طريقة معينة الواحد يسوي فيها الشاي الأخضر، صحيح؟ لأنه في البعض يغليه بطريقة مرة كثيرة، يمكن ربع ساعة مغلي، صحيح؟ في البعض يقول لك لا أنا أحطه وأقفل عليه شوي، فإيش أفضل طريقة أني أنا أسوي شاي بحيث أني أنا ما أفقد فوائده؟ يا سلام عليكم، سؤال جدا مهم، وللأسف أغلبنا نسوي الطريقة الخاطئة عشان كل ما نستفيد الاستفادة الكاملة من الشاي الأخضر. لقوا الدراسات لما نغلي الموية مثلا فرضا ونحط على الشاي الأخضر، غالبا هذا المركب اللي هو الكاتيكين أو البوليفينولز بأنواعها تتكسر، فما تأخذ الفائدة منها، صحيح؟ وبالعكس للأسف في مواد تانية زي التانين اللي يؤدي للحموضة والارتجاع تزيد مع الحرارة الماء المغلي في الشاي الأخضر. فالطريقة الأفضل يعني تكون درجة الحرارة الماء بين 60 إلى 80 مثلا، ونضع على الشاي الأخضر، طبعا ما يكون اللي هو مغلي الماء، يكون الماء فيه له زي البخار بدأ يطلع منه، ونضع على الشاي الأخضر، ويفضل أن يعصر عليه كم قطرة من الليمون، لأنه لقوا الليمون يساعد على امتصاص المواد زي الكاتيكين من الشاي الأخضر، فيستفيد الجسم الإنسان من شرب الشاي الأخضر أكثر،
مع عصاره الليمون هذا. يعني الى جانب الشاي الاخضر نشوف اليوم في هبات الشاي وانواع شاي جديده، يقول لك هذا ينظف الامعاء، هذا يخفف من القلق، هذا ما ادري ايش، مثل شاي التوت وغيره، هل هذا الشيء صحيح او لا؟ في بعضها نعم، لانه هي شوفي زي مثلا خلينا نتكلم عن هذه الماده الكاتكين، موجوده في التوت، موجوده في الفراوله، موجوده في انواع التوت البري وانواعه، موجوده في الكاكاو، الكاكاو نفسها مثلا، فهذا احد المواد طبعا نتكلم عليها، فغالبا لها بعض، كل شيء له فائده مو، لكن زي ما بتقول الشيء الطبيعي اللي ياخذ من شاي او من منتجات طبيعيه افضل من المأخوذ كخلاصه وتباع على هيئة حبوب ومكملات غذائية، الفائدة تجي منها أفضل من يعني جسم الإنسان يمتص الفائدة من الشيء اللي خلقه ربي سبحان الله طبيعي أسهل من الأشياء المصنعة. جميل دكتور مجد، في البعض يقول أنه شرب الشاي الأخضر على الريق فوائدة تخلين كامل الفائدة، في البعض يقول قبل النوم، فأنت إيش رأيك وهل هو هذا الكلام صح ولا لا؟ طيب أيوه، خلينا نقول موضوع الشاي الأخضر متى يشرب. الشاي الأخضر لو يشرب على الصباح زي ما قلنا فيه له كافيين، فيه له تانين، فيه له مواد أخرى تؤدي إلى تهيج المعدة. طيب الإنسان أغلب الناس ممكن ما يحسون بمشاكل ويشربوا أول الصباح، لكن في ناس اللي يعانون من حموضة ويعانون من مشاكل بالمعدة ممكن أول ما يشربون شاي أخضر بالصباح يبدأ يشتكون من حموضة، صعوبة في الألم في البطن، وأنتم كرامة إسهال، هذه كلها ممكن تصير. طبعا أثناء الليل ما يحبذ أيضا شرب الشاي الأخضر الكثير لأنه فيه له كافيين زي ما قلنا في البداية، صح أنه أقل كمية كافيين لكن غالبا الإنسان أثناء اليوم يتعرض لكمية كافيين سواء في قهوة سواء في أي مشتقات الأكل الموجود فيها الكافيين، فلو أشرب في الليل غالبا قبل الأكل النوم بساعتين يكون النوم عنده غير طبيعي، فيفضل ينصح أنه يشرب الشاي عادة بعد الأكل بساعة إلى ساعتين سواء بعد الإفطار أو بعد الغداء يعني عشان يستفيد منه من الفائدة الكاملة وما تجيله الأعراض الجانبية من الشاي الأخضر. دكتور ماجد خليفة فعلا نورتنا، نشكر تواجدك معنا اليوم. الله يسعدك، شرف لي، يديكم العافية. مشاهدينا نطلع فاصل ونرجع نكمل معكم.